يعني انا يمكن مثل هذه الاخبار برضو وصلت لي يا استاذ عبد الناصر، ولكن يعني انا ما كنتش بتفرج على قناة النادي الاهلي، انا كنت معاك، ولكن بالرجوع لبعض المصادر خلينا اوضح ان كل الانباء او كل المصادر اكدت لي ان اسلام الشاطر لم يكن نصا هذا الكلام. هو قال ان انا بستغرب من بعض المواقع عن الحديث عن رحيل ديانج وبيع بواليا، قال في اخبار كتير بيتم تداولها في هذا الشان، ولكن هل اسلام الشاطر نصا قال الكلام ده؟ لا، يعني معلوماتي ان الكلام ده مش مظبوط، وربما وانا اعلم هذا الامر ان اكيد في بعض المواقع هتسعى شويه للفتنه، لان حضرتك تعلم علاقه النادي الاهلي وشركه لايف وفي اجتماع الاربع، فالبعض اكيد هياخد كلمه من هنا يزود كلمه من هنا يشيل كلمه هنا يحط كلمه من هنا. للاسف السوشيال ميديا عندنا وبعض المواقع يعني بتحب الكلام ده كتير، ولكن اسلام الشاطر لم يصرح بهذا الامر نصا خليني اقول، ومش من المنطقي انه يتحدث ويقول اكيد، لان النادي الاهلي نفسه لم يعلن ولا عن بيع ده ولا عن اعاره ده. النادي الاهلي عنده دوري عام عايز يحسمه، فمركز في الـ8 ماتشات اللي جايين. فمعلوماتي اسلام الشاطر لم يصرح بهذا الامر يعني تماما. الكابتن اسلام الشاطر كذب الكلام، وانت تؤكد انه عاري تماما من الصحة. بالفعل، لان كل ده كلام بس للاسف مواقع وسوشيال ميديا بياخدوه بيحاولوا يزودوا الوقيعه، وده يا جماعه عشان الناس المحترمه اللي بتتابعنا استكمالا للحرب المعموله على النادي الاهلي في 8 ماتشات باقيين يخلصوا دوري عام، فالناس مركزه كل جهدها تمام تعمل تشتيت لجماهير النادي الاهلي باي شكل في الفتره الجايه. طيب بعت لك حاجه على الواتساب جاءتني، اقراها ترجم لنا كده. ده خبر يا جماعه منقول من احمد، هيقول لنا ده موقع ايه ولا صحيفه ايه دلوقتي، هيقول لنا واحنا معاكم عن موضوع عبد الرحمن مجدي. بما اننا احنا بنقول ان ايه الموضوع يعني بقي فضيحه عالميه وما ينفعش حد يخبي حاجه، اتفضل يا استاذ احمد لو سمحت. يمكن ده موضوع منشور في احدى المواقع الشهيره اسمها ارم نيوز او ام نيوز. يعني طبعا موضوع عبد الرحمن مجدي خد كلام كتير من كل الناس على مستوى مش بس ايوه يعني ارم نيوز ده بتاعيه. نعم ارم نيوز ده تبعيه يعني. خليني كده وانا معاك نشوف. هو الموقع اسمه جي ان دبليو نيوز او جي ان او جي نيوز دوت كوم، يعني انا معرفش هويته بصراحه، ولكن هو من ضمن المواقع اللي بتغطي بعض الاخبار الرياضيه، ومكتوب ان السورس بتاع الخبر نفسه هو وكاله اي ار ام نيوز، يعني وكاله اي ار ام نيوز من ضمن الوكالات المعروفه على مستوى العالم يعني، ولكن هو الخبر منشور في موقع تاني وبيقول المصدر اي ار ام نيوز. ما يعني بصوا اهو يا جماعه اهو، بس عشان الناس تبقى فاهمه اهو. طب ترجم يا احمد اي ليه الموقع؟ يعني هم كلام عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي was arrested on charges of abusing a female employee at the hotel of Japanese national team in Egypt. يعني بيقولوا عبد الرحمن مجدي متهم يعني بالتحرش بإحدى العاملات في أوتيل إقامة فندق الإقامة الياباني الخاص بفندق المنتخب المصري في اليابان. طبعا مكتوب ان هو من الكي elements اوف ذا ايجيبشن اندر 23 تيم which beat the African nations of the same age group in Cairo last year. يعني عبد الرحمن مجدي من اللعيبه اللي فازت مع كاس مع مصر بكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه اللي اقيمت العام الماضي. The Egyptian Football Association announced in an official statement Monday the suspension of Ismaili and Egyptian Olympic teammate عبد الرحمن مجدي. يعني الاتحاد المصري لكره القدم اعلن ايقاف اللاعب اليوم الاثنين لاعب نادي الاسماعيلي والمنتخب المصري. بيقولوا ان ده due to يعني investigating into allegations that abused a female worker at Olympic team hotel in Sapporo, Japan during the participation in Tokyo 2020 Olympics. يعني بسبب اتهامه بالتحرش باحدى العاملات في فندق إقامة المنتخب في مدينة سابورو باليابان على هامش مشاركة منتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.
And the Egyptian Football Association said a statement within the framework of the transparency policy adopted by the Egyptian Football Association during the presence of the Olympic team in Japan. And just hours before the second game, we received a complaint from the hotel against hotel player Abdurrahman Magdi, whose contents were abused by one of the hotel workers. He added immediately the player was permanently disqualified. Despite confirming that he did not want to be insulted, and it's possible that there was a misunderstanding due to differences in languages and the cultures, and the investigation focused on the issue, and the rest it was meant to provide stability for the players, the airport, and from there to Cairo. يعني الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إيقاف اللاعب لأن تم استدعائه من قبل يعني جهات التحقيق في اليابان على هامش اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات في فندق إقامة المنتخب المصري في أمريكا. واللاعب نفسه أعلن بأن ربما اختلاف اللغة واختلاف الثقافات هو اللي أدى إلى هذا الأمر، ولكنه بريء تماما من هذه المواضيع، وهو طالب الجميع بمساندته، أو يعني هو بيطلب من الجميع التحقيق معه علشان يثبت براءته فيما بعد. طبعا يعني كلام كتير، ولكن في الآخر يعني هما بيوضحوا أن يعني أكيد عبد الرحمن مجدي في حالة من اللغط حواليه، ومكتوب يعني the statement concluded after the return of the team we decided to suspend the player عبد الرحمن مجدي until his investigation and the violation of the rules have resulted in an investigation and a final decision. يعني اتحاد الكرة أوقفه بعد العودة من اليابان أو لحين الانتهاء من التحقيقات وثبوت هل يعني ثبوت براءته أو يعني تجاوزه عن المألوف أو اللي حصل عليه. يعني هو تم القبض عليه واتهامه، وده يعني المصادر اللي حضراتكم علمها في اليابان، تم القبض عليه من فندق بعثة الإقامة الخاصة بالمنتخب المصري. ده الخبر اللي عندي كمان استنادا للخبر اللي مكتوب اللي احنا بنترجمه، وتم خضوعه للتحقيقات حوالي 4 أو 5 ساعات من قبل السلطات هناك، ثم تم استدعائه مرة أخرى من قبل النيابة، وخض برضو بعض التحقيقات استمرت 4 أو 5 ساعات. فهم بيتكلموا ان هو يعني تم القبض عليه، عبد الرحمن مجدي was arrested on charges of abusing a female. يعني اعتقد القرار واضح، وده بيتفق مع كل يعني الشواهد اللي بتقول هذا الامر، ان في اساءة او تم القبض عليه لانه اساء او احدى العاملات الخاصة بفندق اقامة المنتخب المصري. الموضوع طبعا فيه اقاويل كتيرة، ولكن قرار اتحاد الكرة المصري جاء واضحا، وده اللي بيقوله الخبر بالمناسبة، ايقافه لحد او لحين الانتهاء من التحقيقات معه. التحقيقات زي ما انا بقول اللي وصلت هناك ان تم يعني اساء معاملة وتحرش باحدى العاملات في فندق الاقامة هناك. يعني اكيد ربط اسم لاعب مصري بهذا الامر مش ما يفضلش تماما، لكن في كل حال من الأحوال عبد الرحمن مجدي حتى هذه اللحظة هو قيد التحقيقات أو في لسه تحقيقات مستمرة، وخلينا ننتظر الساعات القادمة علشان يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج هذه التحقيقات. أشكرك أستاذ أحمد على هذه المهنية والاحترام، ونحن نحترم مشاهدينا. جبنا لكم الرواية من مصر من ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ أحمد درويش، وكمان بشكر الدكتور أمجد حنة من أمريكا اللي بعت لنا هذا الموقع اللي ناقل على وكالة عالمية. يعني الموضوع لن ينتهي عند هذا الحد، وتذكروا كلامي، ما ينفعش مجاملة. اليابان هتفاجئكم رسميا والصحف العالمية كلها هتكتب، ووقتها ما فيش حد هينفع حد. التبرئة تأتي من القضاء الياباني وليس من المجاملات. شكرا جزيلا أستاذ أحمد السيد. شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر، وتحياتي لكل متابعينك. شكرا جزيلا. شكرا، تعبناك النهاردة وأرهقناك، ربنا يعزك يا رب. لا خلص، تحت أمرك في أي وقت. شكرا جزيلا، ربنا يعزك يا حبيبي. شكرا، ربنا يكرمك.